بعث حضرة صاحب الجلالة الملك محمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لجلالته سائلا المولى جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة وتمام العافية ويحقق للمملكة المغربية الشقيقة و الكريم المزيد من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القياده الحكيمه لجلالته